رسالة من جزائرية مقيمة في كندا لوزير النقل وللرئيس عبد المجيد بطيخة وللأمم المتحدة. السائح اللي خارج من الجزائر نحوله الصرف العشرة دنانير الكويلز دي، العشرة وعشرين وخمسين وخمسة، دول نحوهم ليه؟ بياخدوهم يبيعوهم هناك. العشرة دينار الكويلز دي بتتباع بمئة دولار، مش أنا اللي بقول، ده هي اللي بتقول. أيوة العشرة بتقول الكويلز المعدن، العشرة الدنانير بتتباع بمئة دولار، يعني الدينار بعشرة دولار في كندا. فوزير النقل من فضلك في ثروات بتتنهب، يعني من فضلك السائح اللي خارج قلبوه فتشوه، خدوا منه الكويلز المعدن ده، لأن بيبيعوه في كندا العشرة دينار، الألف فرنك العشرة دينار بتتباع بمئة دولار. قرقورة تخرط كما، ويجوا بقى القرقور يصدقها، ودي المشكلة في هتك الوعي. اللي عايز يعمل دلوقتي على السوشيال ميديا عندهم يخرط، اخرط واكذب وبومد في عبدقة وخرجوا من بؤسه بالخرطي. شيء عبسي. فيديو، مع اني هوريك فيديو تاني، المصرية بتصرف فلوس هناك، بتصرف الدولارات بملايين. وقفت تسمع ملايين، تقول لهم انتوا بتتكلموا جد ولا بتضحكوا عليا؟ لا مش عارف 100 دولار هنديكي كم مليون؟ مليون، انا بقيت مليونير. وابو حميد قال عندما تصبح مليونير، ابو حميد بتاع قال بقيت مليونير. ب 200 دولار بقى مليونير، معاه ملايين، عمال يسمع ملايين ملايين. فتطلع لك قرقوره تقول لك يا وزير النقل السائح اللي خارج قلب جده، قلعه هدومه وملط زي مامه وولدته، وخده منه الثروة. ايه هي؟ مش الدنانير اللي قد ودن الجاموسة مصفر اصفار كتير دي، لا الكوينز العشرة دينار والعشرين دينار المعدن. والله العظيم اسمع وتعالى ما اوريك بقية البؤس. السلام عليكم، هذه رسالة لوزير النقل الجزائري باش ينحي الصرف للسواح كي يجوا خارجين للمطار ولا الموانئ، ينحي لهم الصرف هذا، الصرف هذا و 5020 صرتو، هذه الفرق هي رخيصة كامل صافي. هذه الفرق هنا في كندا تدير 10 دولار، 10 دينار دير 10 دولار هنا، يعني كيما راهم هنا هادو مشحال، هادو 10000، هادو 10 حبات يعني 100 دولار. شوفوا دراهمنا شحال غاليين، 10000 دير مليون ونص، عندك 100000، 100000 كيفاش تسافر ب 100000 لهنا كندا؟ تجيب معك 100000 تاع الحديد هكذا، 100 حبات تاع الفرق، عندك 1000 دولار، 1000 دولار تكري لك وتبيتك وتحوسك وما تخليش في الخلا، كيما يقولوا تاع حنا راكو في الخلا. اذا نحيهم للسواح اللي يجوا خارجين كاع، نحو لهم الصرفه دون لو موند اونتي، داير لهم واحد الصندوق كبير حطوا فيه في الدراهم. اذا نتوما نحو لهم جيس في الباس باسكو راهم يبيعوا هنا بالغلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. لا يا سيدي، قال لك العشرة دينار بعشرة دولار، يعني الدينار بدولار. شفت ازاي؟ مع ان في سعر الصرف في العالم اللي مكتوب الدينار ب 138، الدولار ب 138 دينار، الدولار ب 138 دينار، لكن في الكويلز الدينار بدولار. دي نظرية اقتصادية قرقورية. وبعدين احوال السياح بيجي، او شايف انت بقى يجي 1000 مليون، قاعد تقول ارقام بقى، شو سمعت الارقام؟ مليون 1000 مش 100000، ال 100000 ده، لكن ال 10 دينار دي، ال 10 دينار دي الكوينز دي، دي ب 10 دولار بيجوا يبيعوها هنا، وماسكه هي صره من الدنانير في ايدها، ايه زي بتاعت اللي كانوا بيشتروا بيها جواري زمان، عارف انت كان يقول لك صره من الدنانير، اهي ماسكه صره الدنانير. والله صره من الدنانير هي دي بقى، انت اذا كنت سمعت في الافلام التاريخيه عن صرة الدنانير، هي دي بقى تشتري بقى جارية مسكاها بقى كده وتقول لك شوف دول بقى يعملوا 1000 دولار، 1000 دولار كندي. يا والله يعني الواحد يجيب معاه شوية صرة من الدنانير. ايه هم في كندا لسه من ايام صرة الدنانير؟ في كندا لسه عايشين بصرة، يلبسوا بقى الحزام ده ويحطوهم بقى في بتاع قماش كده ويربطوها ويروح يقول له اعطني عبدا بصرة الدنانير. يا سيدي، ادي قرقوره لقت ايش ندير، اقدم ايه للناس؟ تعالى ما فشخ وعيهم، قال يعني هم ناقصين. هتلاقي بقى كل جزائري عمال يلم بقى في الدنانير دي ويعبي خناشي ويقول لك انا استعد اروح كندا، اما لم لي خنشتين ثلاثه، شوالين ثلاثه واحرج بيهم على كندا. ده اوه
يا سلام. والكنديين بياخدوها يعملوا بيها ايه؟ عمرك شفت كده في الدنيا؟ الدينار اذا كان الدينار الورق بالجاموس اللي مرسوم عليه والبهايم اللي مرسوم عليه اللي قد ودن الجاموسه ده ابو 500 صفر ده يا اخي، ما تشوف مصريه راحت تصرف، شمس اللي صورت لهم الاعراس وفضحتهم، شوف راحت تصرف قالوا لها ايه. تسالي بقى يا رب يكرم، ما فيش لوحه كده تبين لنا ال ما فيش لوحه، ما فيش لوحه كده تبين لنا. لا لا السلام عليكم اخويا. السلام عليكم. سلام وشك لباس. هو ده برضه حكي. كل العرب خاوتنا. كل العرب خاوتنا. دير زوج بلايات مليوني وميتي وواحد وثمانين صفر ولا ايه؟ استنى كم يا استاذ؟ مليوني 2 مليون وميتي وثمانين كمان؟ عما ذا وثمانين ده ايه الكم اورو؟ الكم اورو 100 اورو 100 اورو ب 2 مليون و 200 مليون و 280 ده انتوا بتتكلموا بس ولا انتوا بتفصلوا بقى ولا دي كاميرا؟ كاميرا خفيه دي ولا ايه؟ كاميرا خفيه؟ لا وربنا الكلام ده شمس بتقول لهم كاميرا خفيه؟ قالوا لها لا والله. ايه ده 100 دولار 2 مليون و200؟ قلت لهم هو لسه في تاني؟ قالوا 200 ومش عارف و850 و80 قلت لهم دي كاميرا خفيه؟ قالوا لا لا والله. بس على وزير النقل انه ينحي الكويلز ال10 دينار وال20 دينار دول الكنديين ولاد الذين بنوا ثروتهم على ال10 كويلز ال10 دينار وال20 دينار يا وال50. شوف ثروه الدنانير اللي كانت في ايدها دي تعمل لها 1000 دولار تخليك تكري وتعيش بدل ما بتناموا في الشارع. كل واحد وهو جاي يجيب معاه بقى ايه شوال صرر الدنانير عشان لسه عايشين في كندا من ايام صره الدنانير. ده واحده راحت تصرف اهي قعدوا يقولوا لها مليون وما مش عارف كم مليون و800 وتقول لهم انتوا بتتكلموا ايه ده ملايين ملايين بقت مليونيره ب100 دولار يا اولاد مليونيره ب100 دولار تقول لي مش عارف ايه وورقه الدينار اللي قد كده وتروح تشرب ب 500 دينار و5000 دينار وصفار كتير تروح تشرب قهوه بكام يقول له 5000 يطلع بقى ويقعد يعد في ورق ويديله خنشه ورق بثمن القهوه يا عم الله يخليك. يعني انت ما لقيتيش يا قرقره غير هات ده كلير الفرنسيه عملت لكم فيديو بيها ماشي يتقلب على حد اتصرف منه وهي شمس هي بتقول لهم ايه ده ما فيش لوحه اللي في لوحه الكترونيه كده بيبقى مكتوب عليها الدولار بكام واليورو بكام والدينار الكويتي بكام ومش عارف ايه الدرهم بكام مفيش دي. قالوا لا 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 كده احنا كده ادخلي بصدرك بس على ادخلي وانا اخوك. طيب معايا 100 دولار 2 مليون مليون ملايين كده احنا بنزروت ملايين ملايين شهداء ملايين فلوس ملايين كل حاجه احنا مليون المليون ده عندنا يعني زي صباح الخير. ادي يا سيدي ادي يا سيدي هاتك قال يعني ناقصين احائح وناقصين هاتك وعي. وزير النقل ال10 دينار وال20 دينار عافاك ارجوك نحيهم من السياح ولاد اللذين ولاد الهرمه بيجوا يسرقوا فلوس الجعانين الشحاتين الكنديين الاوروبيين السياح الشحاتين حيد منهم الكويل من فضلك حيد منهم الكويل حيد منهم ال10 دينار وال20 دينار الدنانير صرة الدنانير دي حيدها اسمع من القرقرة في كندا. طب سبت ليه ده كله رايحة للفقرانين دول ومسك صرة الدنانير وعملت لهم دول يعملوا 1000 دينار دول 1000 دولار ال10 الدينار بدولار ال10 دينار ب10 دولار الكم بتوع وده ممسوحين ده مش مكتوب عليهم يا جدك ده الكتابه ممسوح من كتر ما حكتوهم في جيوبكم وتداولتوهم بناتكم ده ممسوح ده من ايام بربروس يخرب بيت جد ابوك والله الكتابه لما تشوف الكتابه عليهم ممسوحه ده حته نحاسه مش عارفين دي ايه ده ممسوحه
لا لكن الكنديين بيشتروها. يوف دي الدينار ب10، الدينار بدولار، العشرة دينار بعشرة دولار، والمية دينار بمية دولار، ودول ألف اللي معاه دول ألف، وقعدت تقول لك مليون ومليون، دول مليون مش عارف كم مليون، يخرب بيت جد أبوكي. طب ما شام سعيدة راحت تصرف مية دولار بقت مليونيرة، المليونيرة يعني أنا لو معايا بقى 200 دولار ولا 300 دولار أروح هناك أبقى مليونير، معايا ملايين الصفار، عمال أتكلم في الملايين، بس أروح أتغدى بقى ملاقي ما الملايين ما تدير واله. يعني هم ناقصين يا اسمك ايه يا قرقورة في كندا؟ يعني انت ربنا كرمك وطلعت من القرقارة رحت كندا، تقومي هاتك وعي جد ابوم. هو انتوا يعني حتى اللي ربنا ينجده من القرقارة يقرقر برضو على القراقير ويهتك في هو دول؟ ما فيش حد، جمعية الرفق بالحيوان ما تسألش فيهم، ما فيش حد يشوف فيهم يا جماعة. طب انت ربنا كرمك والمفروض انك رحت شفت شعوب العالم ودول العالم، ربنا يكرمك وتوعيهم بقى. لا اعمل ايه؟ اعمل محتوى اهتك بيه وعي. والقرقور بقى بيعجبه النوعيه دي والله، مش يواجهوها، مش يقولوا لها لا لا، يوم داخل الله اكبر شوف يا ولاد كم انت كبير يا جزائر، عملتنا تصدق احنا في الداخل العمله ملهاش قيمه بس بره تحلو. اوه احنا في الداخل، هو القرقور كده، والقرقور ما بيبنيش في الداخل، لكن هو اللي بنى الاهرامات، هو اللي بنى مراكش، هو اللي بنى برج ايفل، هو ما بيبنيش في الداخل. كذلك العمله ملهاش قيمه في الداخل بس بره بتنور بتنور بتنور. بره في اوروبا العمله بتولع، بس جوه في مشكله في البقعه الجغرافيه المظلمه اللي جنبنا دي، لا البني ادم فيها بيبدع ولا العمله ليها قيمه جوه، بس تطلع بره يعني في الداخل الدولار ب 138 دينار، الدولار ب 138، ده هو بيقول لك وصل دلوقتي ل 2 وشويه اهو، ايه 200 وشويه 200 وشويه، فيبقى 2 مليون و200، 2 مليون و ده ال 100 دولار، الدولار ملايين، الملايين، الدولار ب 200، الدولار بقى ب 220 دينار، الدولار ب 220 دينار بحسب ما هي قالت، ال 100 دولار يعمل له 2 مليون و200، الدولار ب 220 دينار. لكن بره بقى في الكويلز ده ليه؟ عشان هو ده ممسوح، ده حتى هنقول عليه عشان الرسوم اللي عليه ده ممسوح يا جد ابوك، ده ممسوح، ده ممسوح، ده حته نحاسه بائسه ما تعرفها، ما تفرقها عن حدوه الحمار ما ومسكها دول صوره الدنانير دي تشتري عبد. على اللي انتوا عاملينه في بعض. والقرقور في التعليقات بقى الله اكبر كمان انت كبير يا جزائر، ويجي لنا اغسل في امك قبل ان تتحدث، وعبد المجيد يقول لك البريكس قوه ونمثل للصين، يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم. ادي يا سيدي اخر الهتك الوعي واخر الهبال الجزائري، والله يزيدهم هبال على هبالهم لما يجوا يعملوا اعلنوا البتاع اللي جنبنا دي مستشفى مجانين مفتوح، والله العظيم ده الحل، الامم المتحده تعلنها مورستان مفتوح، لا تخرج قبل ان تقول اسفخس على دي بشر، دي الحكايه. اشوفكم على خير.